لو حياتك المالية لحد الآن مش متطورة، يعني مثلاً راتبك ما قاعد يزيد، الترقية ما قاعدة توصلها، زباين لحد الآن عندك فد 4-15 زباين ما قاعدين يزيدون، هذا قد يكون بسبب عندك معتقد في العمق القناعة كنز لا يفنى، وهذا يعني المعتقد دمر شعوب. ليش؟ لما تقولين القناعة كنز لا يفنى، القناعة تقتل الطموح، تقتل الشغف، تقتل حتى السعي لأنش تكونين أفضل، عرفتي؟ لأن أنت في المعتقد أنا قنوعة، أعطيتني دينار خلاص الحمد لله أنا قنوعة، هذا الدينار يكفيني. فش راح يصير؟ عقلك الباطن، خلايا جسدك راح تتبرمج أنه أنت طاقتك دينار فقط، دولار واحد فقط. ليش؟ لأن اختيارك القناعة كنز لا يفنى، أنا مقنوعة، عقلي يجيب لي بس دينار واحد، جسمي، فهذا الشيء حيخليك كما أنتي، ما راح تتطورين، ما راح تتقدمين. لكن لو قلتي أنا أطمح للأفضل، أنا أسعى للأفضل بكل سهولة ومتعة، ما تعرفين متى تجيك الفرص. عقلك الباطن، خلايا جسمك على بعضك، حركتك، كل هالة مالتك راح تبتدي تتحرك بسعي لأنك اختاريتي. فحبيت أنقل لكم هذه الجزئية والمعلومة. إذا أنت لحد الآن تطلعين نفس المبلغ، إذا عدد الزباين نفس العدد، إذا حياتك ما قاعدة تتطور، إذا أنت حتى ما تحبين السفر لكن عمرك ما سافرتي، لأنه قد احتمال يكون عندك هذا المعتقد القناعة كنز لا يفنى. فقط قول يا الله أنا ألغي من عقلي الباطن، خلايا جسدي، هذا المعتقد وأستبدله. أنا أطمح للأفضل، أنا أسعى للأفضل، عرفتي؟ أو غيري بأي معتقد أنت حابته، بس انتبهي لأنه هواية 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 يجون علي لما أتكلم وياهم يطلع عندهم معتقد في العمق القناعة كنز لا يفنى. لا تقتل الطموح، لا تقتل الشغف، لا توقف السعي، تحركي تحركي، والحياة ما توقف، الحياة ماشية، يا تمشين وياها يا تبقين. أوكي؟